اهلا. اطفال شيوخ نساء تصرخ وما حدش سامع، اشلاء دماء شهداء وضمير العالم ضايع. اطفال شيوخ نساء تصرخ وما حدش سامع، اشلاء دماء شهداء وضمير. لا سبيل للتغيير دون الرجوع إلى أمجاد وتاريخ العرب. لا أجيد المقدمات، اسمحوا لي أن أبدأ القصيدة. متى لا تذكرني وترجعني زمان؟ ليه؟ لأن كنا زمان وراحت ذيك الأيام. أمجادنا وتاريخنا شيء كان، كان ونهد بيت العرب وعمدان ذيك الخيام. كيف أقول ما تغيرنا وكل شيء قد بان، واصبحنا كأننا نصلي ما لنا إمام، أو كأننا سفينة في بحرها دون ربان. عرب عرب عرب، ركزوا على الكلمة منيح. عرب 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 يعني لغة، يعني كلنا أخوان. كيف إخوان ويفرقنا قانون السلام؟ كنا مع الموت رفقة لا صاحت الأوطان. كان جناح طيرنا في السما دوم حوام، كان جناح طيرنا في السما دوم حوام. ليه مات الطير؟ ليه مات الطير؟ ليه تكسر الجنحان؟ أقول لك ليه، أو ليه أتكلم؟ ما دام العرب ماضي مات من عدة أعوام. العرب شايب خانوه أولاده الورعان. العرب كلمة احفظها على الدوام. العرب تبدل حالهم واصبحوا عربان. صفقوا خلينا نتعب. القصيدة الثانية تتكلم أيام ما كان جيشنا المصطفوي الأردني يطلع يحارب فلسطين. صرنا نحارب بعض هسه بدولنا ونذبح بعض، أدماء وأشلاء، ونسينا أنه في عرب، نسينا أنه في فلسطين، صارت العرب كلها مقابر. يقول تسولفني عن جدي، تسولفني عن جدي وتحاول تخبي دمعها، وتقول يا جده جدك شهيد القدس رحال، رحال اللي المراجل تقول لفعاله من قدها. في الحرب وحش حرب وللخيل خيال، صاحب صوته العالي يا قدس حنا لها، حنا لها. من غيرنا يا قدس تنتخي غيرنا رجال، من غيرنا يا قدس تنتخي غيرنا رجال. وراحوا ترك عياله وضحى يبرق خدها، وراحوا ترك عياله وام عياله يبرق خدها. وتقول له الله يرجعك بخير صحيح الحال، ويقول يا وضحى لا لا الشهادة لابدها، ويقول يا وضحى لا لا الشهادة لابدها. مصنع رجال يوم كان يا جدي رجال، تعال شوف حالنا والقدس تبتر يدها، تعال شوف حالنا والقدس تبتر يدها. ماتت عرب وماتت عروبة وصرنا انذال، القدس تطلبنا وحنا نقول هي وش ودها. سلامتكم.
فرعون. طبعا انا اولا هو قال لي اسمه ثلاث مرات وانا الاسم اللي في النص لسه مش بنطقه صح. عون السليم بني صخر من المفرق. هنسقف لك يا عون. شكرا. عون، هل معنى القصائد اللي انت قلتها النهارده ان التغيير يستلزم ان يكون هناك فن وشعر، ام المعنى من وراء الشعر وهو الاتحاد؟ ايهما قصد؟ ذكرتيني بسؤال امبارح سالناه واحنا بالتدريب، سالنا قالنا انه شو كل واحد يكتب اقتراح انه كيف بدنا ننزل على الشارع، اللي سالنا الحوراني مساك بالخير، فكتبت انه اذا بدك تحاكي الشارع قوي لغه الفن والشعر والاغاني بالشارع، لانه الناس عشان تنجذب بدهاش حكي فاضي، كثير حكينا كثير تعبنا حكي. بس اذا المختصر المفيد في ابيات الشعر من القلب الى القلب الذي يجلس هنا. شكرا عون. شكرا.